أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن رعاية الشباب وتمكينهم ضمن الأولويات التي يحرص جلالة ملك البلاد المعظم على متابعتها بصورة مباشرة، وسط الاهتمام والتوجيه من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي جعل مسألة تمكين الشباب ضمن برنامج الحكومة الموقرة. ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالدور المحوري الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في توفير البيئة المثالية للشباب من أجل الارتقاء بمهاراتهم وتوفير الفرص التدريبية لهم والتي تمنحهم القدرة على قيادة مستقبل البحرين نحو المزيد من التطور والنماء. جاء ذلك أثناء رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لحفل تكريم الخريجين من برنامج هواوي سيدز بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين والرئيس التنفيذي الإقليمي لهواوي والرئيس التنفيذي لهواوي البحرين. وتفضل سموه بتكريم المتميزين في خريجي البرنامج والجهات الداعمة والمتعاونة والجامعات، معربا سموه عن تقديره للدور الذي تقوم به شركة هواوي في تقديم البرامج التدريبية للشباب في مملكة البحرين، منوها بتعاون كافة الجهات التي أثمرت عن نجاح البرنامج والوصول إلى الأهداف النبيلة التي وجد من أجلها.